سؤال رقم 4376، ما هو حيوانك المفضل؟ أنت حيواني المفضل؟ أنا سميه يظل باش نموتوا بالجوع صاحبي، عنا 4 أيام مطيشين لا ماكلة لا شراب، باش نموتوا يا سمير باش نموت. هلا غالب حقاً فكرت؟ فكرت لي انت جيعان، سبحان الله يا رب يا ربي بالبهامة نسي لي هو جيعان. يا صابر ايش بك ما تفهمش؟ ذكرت لي انا عندي كعبة كيك في جيبي. شنو هو؟ عندك كعبة كيك وما تقولش؟ 80 مرة قلت لك راني جيعان باش نموتوا بالشر، هي تناكلوها هي. يا حلمغك وافهم، الكيك حاجة حلوة ديسير، لازم ناكلوا حاجة وبعد نحلوا بالكيك. ايه خذولي سمير. الكيك ماك اللي القلب بتاعها بالشوكولاتة؟ هي هي بيه صحيح اخزن اعطيني انا الشوكولاتة اللي من الداخل وخذ انت اللي من البر. لا انا ناكل الشوكولاتة وانت خذ البراني، خاطر انا اعشق الشوكولاتة. تعشق الشوكولاتة؟ انت اللي ما نامس تسخال ورابير تعشق الشوكولاتة. بيه خلينا نعمل تجي في 10 ياكل الشوكولاتة. بيه كان جت في انا 10 ناكل انا الشوكولاتة، وكان جت فيك انت 10 تاكل البران. باه باه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ناكل انا الشوكولاتة. شنقت بيك؟ جيت بروح ابو كعبة ابو كعبة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جيت فين؟ تاكل انت البراني. هيا طيب قانون قانون باهي نبدا ناكلو يا ودي قالوا نبدا لا 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 القانون لا 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 تغدر 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 لا 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 راجل مولا السنتر وهذه مدام مولا السنتر. عسلامة هاي أختي، من غير ما تضيع لي وقتي السنتر متاعنا ما تلقاش كيفه والماتريال جديد. أوكي أوكي ما عندي مشكلة، فينا نحكي على السعر بليز؟ أختي السوم هذاك هو اللي في الانونس. أوكي أوكي بس بتعرفي أنا بعدني جاي من لبنان وما عندي خبرة كتير، يعني بتعرفي أختي وين ناقصة نوم وتعبة، شارية ولا ليه؟ أوكي شارية. أوكي وين باش نبيع؟ أوكي وانا بس نطلق. اوكي ايه اسمع هو الطماطم كي تعطس كيفاش تقول؟ كيفاش؟ كاتشب. على ذكر الطماطم فما كابتن طماطم باش يقصوا الكياس، واحدة منهم مزروبة مشات تنضرت الكياس باش تشقوا. يا اخي خزرت لها الطماطم الاخرى اللي قاعدة على المادة، قالت لها رد بالي لا تضربك كهرباء. يا اخي الاخرى في الكياس قالت لها ما تخافش ما يصير. تخاف ستقبل الفار. الفار كي يبدا عنده مسخ بالزيت تعرف شو اللي اسمه؟ شو اللي اسمه؟ فار زيت. اسمع اسمع الفار كامل عامل يبدا عامل تاتو. شو تسمى؟ شنو تسمى؟ فرتاتو. ولد مفيد عاد. اسمي يا اخي غير ما انا تومي جي مفيد. ليه فما فطايري قريب ولا حاجه فطا يا فطايري انت يا صبري زمنا نسلكوا نهربوا من هنا يجي بعض
كيفاش باش نقطع غزك يخزرونا؟ سمان انت لسو نحسب روحنا نقول لهم نسو نمشي نروح ما تشلقش بحلها قايدة بو انا قاعدين ما صعبك يظهر لك الصندوق اللي تايشوف البحر الموجة جابتنا في الافريق صبري مانيش مصدق لي انا امام اسود الترنجة البفانة هادي باش يطيبونا جلبانة هادو خذوا السيد فاش يعمل السيد يقص في الخضرة يا سمير لا يظهر لي باش يطيبنا عادي بالله من غير ملحة عندي تنسيون اسمي خويا يعيشك عايشك مدام جميلة بالي بربي رش شوية مع عدنوز والقرفة في ضبابتي حشيلي القرفة في ضبابتي وما تحرقني شك اقلبني باش ما تجيش جهة طايبة وجهة نية وانت خير العارفين خويا قالو قالو ضربوه هي. صبري لاس فيغاس هذاك شريمت بلاي تضرب اما لا تعرفي قلبي شو يقول لي قلبي يقول لي وقفوه اخي مش قلتي لي واصل انت في امن الدوله هي ريسبتور يضرب يصنع هي مالك كيفاش يتوقف حتى كان توقف تو يخرج خبطنا بنيتي مال ولدي وين مشى ها خالتي تلقيه الجمعه ما ظهرش مشى يفركس لنا في حاجه باش ناكلوها جمعه حاجه باش ناكلوها اخي نمر خارج يصطاد خلي عليك شفتي مش واصل وريسبتور في امن الدوله حاره غرط ما جبهاش للدار مش هيك جديد ولدي ياه خالتي تلقيت وحش بيو مش هيقرا لي في الفاتحه جمعه مع بيو في جبينه يتحسب معاه هو ماما ولدي يا ماما على صبري بالله مدام جميله بالي يحكي معاه يقول له راس حانوت والقرفه وشويه زنجبيل وطبق طبق بالنار ما لازموش طبق حديد ويدهنوا بشويه زبده باش ما نشدش باش ما نشدش بالله يقول له انا كان عندهم كربونات وحطوه خاطر لحم تيشيرت فهمتني ولا وماذا بيكم الزنجبيل والشيح والزعتر حطوه ما بين صوابع ساقية فهمتني كيف باش تفوح فهمتني باش تنحي كل باش تعطي اكثر تفويح دوكا وتسيب زيتها اللي يقر زيته وكل قديره قدر كل قديره قدر وكاو شيء طيب بنبتي اش يعمل السيد ذاك سمي تبك استرى فيه هكا حط لحطب وقاعد يشعل في النار ما شعلتش النار وما ايش بيشتش خاطر مش ذاك الحجر اللي شعلوا بيه ان شاء الله ما تشعلش النار يا سمي والله ما شعلتش يظل تكتب لنا عمر جديد يا سمي ملا خسر يا ربي ما تشعلش يا ربي ما تشعلش ما إيش بيشتشعل قلت لك ما إيش بيشتشعل الحمد لله يا رب تكتب لنا عمر جديد إيه ربي ورد آية الوالدين إيش تعمل يا هم إيش أنت كيف شيخ راسي زن يدي خب السيجار ولا يشوفوه بيت كيف وش داري نسبورتي فات تفرج الكيب قلو لا تربك يا سمير ما لقيت وقتاش تشعلوا السيجارو لا يا غصب عني يا صبري لما نريدها في ببليسيتي حبيت نشعل السيجارو باش نبين لهم مظهر التدخين يا ولد السيد يقص في الخضره ويخزر لنا باش ياكلونا حتى ما عرستش يا ربي وينك يظهر لي باش يعملوا علينا هارق ما يا ودي
هيك شو قلت لهم؟ لا ماني عارفها قدامك، انا قلتها رقمها وهم جو. شباتي مش بيهم بتغشوا، هذي فدك عليكم مش بيهم. ما تجبتش حكيت تقريبا ما يحبش الشباتي. تو نكلمهم تو نكلمهم. يا جماعه اش بكم تقولوا هرقمه؟ هرقمه. اي فهمتك فهمتك، علاش ديما تقولوا هرقمه؟ علاه قولوا؟ قالوا اخي ما تفهم ما فهمتهمش. والله العظيم غريبه فيك. امشي فسلك زي احنا تو تحنا في قبيله القالو قالو هذم كل 3000 سنه شفتها في نشر الجيوغرافي. يجيهم واحد يقول لهم هرق ما يردوا ملك، فهمني كيفاش؟ هذي الكل فهمته بكلمه قالو قالو. اي نعم ملا قالو قالو. ليش بقى متغش علي؟ يعني شو الفرق بين القالو قالو اللي قلت انت اللي قلتها؟ عيب عليك يا صبري، عيب عليك، عيب عليك يتيم تبلو فيه أمه، عيب عليك اطلب السماح. قالوا قالوا حشا أمك. قالوا قالوا أتنسلك لك أنا أتنسلك شباب. قالوا 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 ماني معاك ما تخلينيش وخيك. انا اتصل لك قالوا اسكت على راسي. قالوا 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 حسلوا باش نحكي لهم نكته. شفت تشوف كيف هاي سيدي قال لك فهمي وقعد. قالوا قالوا جا هو قالوا قالوا بالقالوا قالوا يا اخي قالوا قالوا يا خالي روح. عندي نكته عندي نكته. قالوا 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 اخي قالوا قالوا. بصراحه ما استا وفيها كلام زايد. الحق تهرب ما يجيش ما يجيش. شباب نطالب بحق الشرعي باش نولي الهرقمه العظمى اي الملك نتاعكم. قالوا 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 عيش راجل كل يا صاحبي تحلى. سبحان الله مغير الحوالي